أعود إلى ضيفي من القاهرة الدكتور أشرف ياسنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. ما أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا دكتور أشرف؟ جوتيريش بيمثل الأمم المتحدة، المجتمع الدولي الذي هو رافض جوتيريش والمجتمع الدولي بما تقوم به دولة الاحتلال بإعلانها أنها ستدخل رفح رغم رفض الأمريكيين والأوروبيين والكنديين والمصريين، ولكن دولة الاحتلال تطلق النار على نفسها وعلى رجليها بأي قرار مجنون بأن تدخل رفح. زيارة جوتيريش تأكيد لدعم مصر ودور مصر وإنسانية مصر، إنسانية الرئيس، عروبة الرئيس بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، ولم تغفو القضية الفلسطينية من أجندة السياسة الخارجية المصرية في أي لقاء، في أي مؤتمر، في أي زيارة خارجية للرئيس. أجهزة المعلومات، خبرات العامة، جهاز وزارة الخارجية المصرية، تكليف مباشر من الرئيس في كل أنشطتهم وكل عملهم بالدفاع عن الفلسطينيين وبالدفاع عن حقوقهم، ولم تبخل الدولة المصرية في أن تظهر أمام العالم كزيارة جوتيريش للمرة الثانية في وقت قصير كي يؤكد للعالم بأن دعم مصر قائم ولم يتأخر، دعم الإنساني والدعم الدبلوماسي والدعم السياسي. هذا تأكيد على أن المجتمع الدولي يأتي إلى مصر بأرفع من يمثل المنظمة الدولية ليؤكد أمام العالم بأن المنظمة الدولية داعمة لوجهة النظر المصرية، وجهة النظر الرئيس السيسي منذ قمة القاهرة للسلام، واستطاعت مصر أن تغير صورة العالم أو تغير مفهوم العالم لفهم القضية الفلسطينية بعدما شعر هذا نتنياهو ومجرم الحرب جوتيريش وبن آسف بن غفير وسمورتش بأنهم قدموا لكي يخطفوا قرار دولة الاحتلال وأن يهددوا السلام. يأتي جوتيريش ليؤكد أمام العالم كله بأنه كمنظمة دولية ترعى وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ترعى وتدعم قرارات الرئيس السيسي، قرارات جمهورية مصر العربية. انظر لهذه الصورة، هذا التجمع الإنساني الكبير من ممثلي مصر وممثلي المنظمة الدولية يلتحمون في عمل إنساني للاقتراب من حدود رفح ليؤكدوا أمام العالم أنهم رافضين لكل هذا الإجرام من حكومة تل أبيب ومن حكومة الحرب لقتل الفلسطينيين أكثر فأكثر، ولم يصلوا إلى حل. حقوق الشعب الفلسطيني مع مضمونة ومعروفة من قبل الأمم المتحدة وبقراراتها بأن يأخذ هذا الحق، وإذا أخذ الفلسطيني حقوقهم سيوقف العنف. ما يفعله هذا نتنياهو هو يفجر العنف ليس في غزة وليس في رفح فقط، ولكن حتى في الضفة الغربية. نحن أمام إبادة حقيقية لشعب مسالم حاول أن يقدم مع مصر ومع كل المجتمع العربي إلى دولة الاحتلال اتفاقيات للسلام بعد حروب، وكان حديثا واضحا بأننا سنأتي إلى السلام، ولم يقدم هذا نتنياهو منذ قدومه للسلطة إلى الحرب وإلى القتل. نعم. لم يقدم سلام. هذا الأمر يعني أنا في تصوري إن زيارة جوتيريش ده بهذا الزخم المحمول مع الأسف بقرارات في مجلس الأمن بعدم وقف إطلاق النار، ولكن تأتي المنظمة الدولية لتؤكد دعمها كأمم متحدة وكمجتمع دولي بكل دوله وعلى رأس جوتيريش هذا الفريق بأنه يؤكد بأنهم ضد أي عمل عسكري في رفح وأن رفح نقطة. وهذه النقطة المهمة دكتور، فكرة أن يكون هناك مؤتمر صحفي لمرة ثانية أمام معبر رفح وبالتحديد وسط تكدس لكثير من الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، ما هي الرسائل الجديدة التي سيحملها هذا المؤتمر الصحفي لجوتيريش وسط حديث عن كارثة إنسانية كبيرة تحدث في قطاع غزة، مجاعة على جميع المستويات، انتهاك لحقوق الإنسان في كل الأشكال المختلفة داخل قطاع غزة، فما الذي سيحمله هذا المؤتمر الصحفي من جديد
من دعوات سيطلقها غوتيريش. حاولت دولة الاحتلال أن تصدر صورة مغلوطة بأنها يعني فاتحة ومستقبلة للشاحنات، وهذا على غير الحقيقة، باعتبار أن تكدس الشاحنات على معبر رفح دعما من جمهورية مصر العربية، من الشعب المصري، من جيش مصر العظيم، دعما لقيادة مصر العظيمة الرئيس السيسي في أن يظهر للعالم أجمع بأن دولة مصر فاتحة لمعبر رفح، مقدمة للمعونات، لا تتأخر في نقل الجرحى والمحتجزين. علاوة على ذلك، أن تكليف الرئيس السيسي للجيش المصري، القوات الجوية المصرية، وهذا العمل المنظم مع المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تتحدث بنفس اللغة التي تحدث بها الرئيس السيسي، بل أن المجتمع الأمريكي في آخر استطلاع أكثر من 50% من المجتمع الأمريكي داعمين لتقديم المساعدات والعون والإغاثة لشعب انتقل من سجن مفتوح إلى مقبرة مفتوحة. وهذا ما قالته، ما قاله غوتيريش، ما قاله بوريل، كل المسؤولين العالميين لمنظمات دولية كالاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمم المتحدة، كلهم يتحدثون بلغة الاهتمام التي تحدث بها الرئيس السيسي منذ قمة مؤتمر القاهرة للسلام، وفي كل اللقاءات مع كل زعماء العالم، وتغير موقف الفرنسي والبلجيكي والنمسا وأسبانيا. العالم متبني وجهة نظر جمهورية مصر العربية في تقييمها لما قرأته مسبقا. ويمكن قبل الوصول غوتيريش، حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، القيادة المصرية، الرئيس السيسي بأجهزة المعلومات، يا فندم، سابقين دولة الاحتلال بخطوات، وقارئين لمشهدهم وأفكارهم الرديئة التي تحاول أن تدمر شعب وتهجر شعب وتقتمص حقوقهم المشروعة وتهجرهم إلى سيناء أو إلى الضفة أو إلى الأردن. ولكن العمل الجماعي المصري بجمع كل الأشقاء العرب في مؤتمر الذي ضم ممثلين مع جمهورية مصر العربية ومقابلة أنتوني بلينكن، وقالوا في صوت واحد، الإمارات، الأردن، السعودية، جمهورية مصر العربية، كلهم قالوا كلمة واحدة بأننا كعرب مع مصر ضد أي اجتياح لرفح وضد الضياع للحقوق الشعب الفلسطيني. والولايات المتحدة علمت جيدا أنه قرار عربي مركزي يدار من القاهرة، وأن القاهرة تدرك وسابقة لما تقوم به دولة الاحتلال وما تفكر فيه وما تسعى إليه، ولكن فشلت بقوة شعب 120 مليون، قوة مؤسسة عسكرية مصرية، جيش وطني محترم على رأسه رئيس الدولة، رئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جمع كل موارد هذه الدولة وضغط بها سياسيا ودبلوماسيا لإيقاف هذا العبث من تل أبيب ومن حكومة الاحتلال التي تحاول أن تخطف القرار وأن تدمر السلام. وهنا غوتيريش يأتي بهذا الاطمئنان، وأن يكون بين أهل مصر وسياسي مصر وممثلي مصر، لكي يقدموا رسالة واضحة بأن رئيس مصر وجمهورية مصر العربية هي داعمة لهذا الشعب، ولن تفرط في حقوقه، ولن تخون مصر كما قال الرئيس السيسي بكلمة واضحة ومعبرة، وأن صبر مصر لاستيعاب ما يحدث، لتغيير الموقف، وقد تغير الموقف الدولي، أدرك العالم الآن. نعم دكتور، لكن وسط هذا الموقف المصري يأتي غوتيريش، وكان هناك خط مفتوح مستمر ما بين الإدارة المصرية وغوتيريش على مدار هذه الأزمة. هل من الممكن لهذه الزيارة أن تحرك الأمور أكثر في الدفع نحو وقف إطلاق النار ووقف شن إسرائيل لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نفاذ المساعدات الإنسانية من معبر رفح؟ لأن ربما التجربة أصبحت أكثر وضوحا بأن الإنزال الجوي والبحري لم يكن بالقدر الكافي كاستخدام معبر رفح لدخول عدد كبير من الشاحنات. طبعا المعبر البري هو الأهم، لأنه سيولة إعطاء المساعدات بطريقة أسرع، وهو اقتراب من أقرب.
طبعا تنفيذ القوات الجويه المصريه ده عمل بيتم طبعا له استعدادات وياخذ بعض الوقت بالتاكيد، ولكن لم يتوقف بعدما حاولت دوله الاحتلال ان تضرب حتى الشاحنات وان تعرقل دخولها. ولكن هنا في نقطه مهمه، انا بعتبر زياره جوتيريش الذي انظر اليه انه انسانا جميلا حينما تحدث عن ما جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في منبر الامم المتحده، ولم وقبل مخاطره ان يكون هناك ضغوطا عليه وعلى قراراته، ولكن صمم ان يقول ما في ذاته وفي انسانيته الراقيه العاليه بان يتحدث عن هذا الاجرام من حكومه الاحتلال ضد الشعب الاعزل المعزول المظلوم المتازم في هذا القطاع وفي وللقضية الفلسطينية. زيارة جوتيريش بتأتي إلى مصر على هذا المعبر على الحدود بين مصر وغزة ليؤكد للعالم بأن الأمم المتحدة تتحرك بإنسانيتها وإنسانية جوتيريش بأن يأتي إلى معبر رفح، بأن يقدم رسالة إلى كل العالم من شرقه إلى غربه بأن الأمم المتحدة الأمريكية تحاول في اللحظة الأخيرة أن تقدم رسالة ردع لدولة الاحتلال بأنها أصبحت منبوزة من كل دول العالم، ليس هناك من يحميها، بل أن الأمريكيين بدأوا يتحدثون بشكل واضح بأن هذا نتنياهو أصبح يمثل إحراجا للولايات المتحدة الأمريكية وسمعتها. إذا لم تفوق الولايات المتحدة الأمريكية من كل هذا الانسياق وراء حكومة الحرب وحكومة نتنياهو ستلوث سمعتها إلى الأبد بين أهلها وبين مواطنيها قبل أن يكون بين الإسلام المسلمين وبين العرب وبين العالم. جوتيريش يأتي ليؤكد أمام العالم أجمع بأنها هذه ورقة الضغط الأخيرة التي يحاول أن يظهرها، ودعما لقرار مصر ودعما لدولة مصر ورئاسة مصر بأن جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تعملان كمنظمة دولية. لكن هل هذه زيارة دكتور عفوا للمقاطعة سيكون لها تبعات خاصة في ظل أن هناك منظمة كالأونروا تحتاج لإعادة الدعم وإعادة التمويل مرة أخرى بعد أن انقطع من بعض الدول نتيجة لاتهامات إسرائيل لبعض أفرادها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر؟ كذلك أيضا هناك احتياجات ملحة داخل قطاع غزة، نتحدث عن قطاع صحي منهار يحتاج إلى أجهزة طبية متقدمة إلى أدوية، كيف يمكن للمنظمة الأممية أن تساهم في دعم هذه النقاط بالتحديد؟ أشكرك على هذا السؤال، لأن الولايات المتحدة الأمم المتحدة فتحت تحقيقا موسعا ومفصلا لبحث اتهامات دولة الاحتلال لموظفي الأونروا بأنهم شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وإلى الآن كما قالت منظمة دولية بأنها لم تجد دليلا ولم تقدم دولة الاحتلال دليلا دامغا، ولكنها كعادتها دولة الاحتلال منذ تاريخها المقيت في المنطقة العربية بأنها تروج الإشاعات الكاذبة، وللأسف استقبلت بعض الدول هذه الإشاعات وصدقتها، ولكن بعدما أعلنت الأمم المتحدة بأنها لم تجد دليلا واحدا على مشاركة موظف الأونروا في أي هجوم يوم 7 أكتوبر عادت الدول مرة أخرى لدعم الأونروا مرة أخرى، وهذه خسارة ثانية لدولة الاحتلال وإلى سياسيها الذين يقدموا الأكاذيب للعالم وللمجتمع الدولي. المجتمع الدولي يدرك الآن أن ما تقدمه دولة الاحتلال من أكاذيب لا يمكن أن تنطلع عليهم، وأن ما حدث هو أنهم أدركوا، العالم أدرك أن هناك إبادة جماعية للشعب، قتلوا الأطفال والنساء، لم يصلوا إلى أي هدف إلا بيأس، وبالتالي أدرك العالم أن دولة الاحتلال لا تلتزم بالقانون الدولي، أنها أصبحت منبوذة بما تحمل هذه الكلمة من معنى، منبوذة في المجتمع الدولي. وإذا أقدمت دولة الاحتلال رغم التهديد الأمريكي ورغم التحذير الأمريكي الذي يأتي انعكاسا للتحذير المصري بأن دماء أقدمت دولة الاحتلال على دخول رفح وقيامها بعملية عسكرية ستزيد من عدد الشهداء الذين تخطوا 31 ألف، هذه ستكون نهاية دولة الاحتلال كما انتهت
بين كل المجتمع الدولي. ليس هناك أحد داعما إلى دولة الاحتلال الآن، كل العالم يتحدث في أستراليا، بريطانيا، أمريكا، كل دول العالم الغربي الداعمين السابقين القديمين لدولة الاحتلال يتحدثون بصوت واحد أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو نسف ومجزرة حقيقية بما تحمل من كلمة من معنى لأطفال ونساء وتجويع لقطاع يدفع 2,400,000 ثمنا باهظا لسياسات لا تفهم إلا الدمار وإلى قتل النساء والأطفال. ما الذي يملكه غوتيريش من قدرة على تحريك الموقف الدولي مرة أخرى ليكون ضد ما تقوم به إسرائيل من حرب على المستوى العسكري، كذلك أيضا على المستوى السياسي؟ للمرة الأولى تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار، وإن كانت رأته روسيا والصين وأيضا المجموعة العربية بأنه كان ناقصا ويحتاج إلى الكثير من التعديل ولا يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار. هذه المواقف كيف يمكن للأمين العام أن يعمل من خلال علاقاته الدولية على حشد موقف أكثر صرامة ضد ما تقوم به إسرائيل من ممارسات على المستوى حرب غزة أو حتى استخدام الجوع كسلاح في هذه الحرب؟ دي نقطة توضيحية مهمة، أشكر حضرتك عليها بجد. يعني غوتيريش يأتي الآن بعدما اتفق مجلس الأمن الخمس أعضاء الدائمين والعشرة الغير الدائمين على حاجة واحدة اللي هو وقف إطلاق النار، بغض النظر عن العمليات الفنية والمكايدات بين دولة هنا أو دولة هناك من الأعضاء الدائمين، ولكن في النهاية كل الخمسة الدائمين الذين لهم حق الفيتو اجتمعوا على تبني قرار لوقف إطلاق النار. كل دولة تحاول أن تقدم الصيغة لمجلس الأمن بالطريقة التي ترى أنها مناسبة أو أن ترجع الفضل لها، ولكن غوتيريش يتحرك الآن بعدما علم أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن قد أجمعوا على ضرورة وقف إطلاق النار. هذه الزيارة اليوم هي بتعكس رغبة المجتمع الدولي بالكامل كمجلس أمن وكجمعية عامة بأن لنا رغبة في وقف هذا في إطلاق النار، وهذا محاكمة لدولة الاحتلال كما هي تحاكم في محكمة العدل الدولية على جرائمها وجرائم من اتخذ القرار بقتل الأطفال والنساء وقتل شعب فلسطين وفي غزة، فأنها تحاكم الآن في هذه الزيارة لمعبر رفح على الحدود كي يؤكد غوتيريش للعالم بأنه كمنظمة دولية بجمعية العامة أو مجلس الأمن يتحرك بناء على دعم للمجتمع الدولي.